توزع منذ زمن قصير فتمنيت اني عرفته من زمن طويل. يا سلام لقد احسنت قولا ايها الفتى عبد العزيز، انت رجل لا تريد لنا طالة. هل تعلم من هو هذا؟ لا اصفعك تصبيع. امتين الانظار انا والشخص بالطبع بالطبع الشخص بالطبع اسمه بالطبع. انني اريد اكلة شعبية شعبية جميلة، فأين أذهب؟ لكنك تقول كلام سيء. بالطبع 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 بالطبع. أرجوك يا سيد المعروف وش خانة الدنيا بلياك. هل إذا خرجت من القرية هل تنسانا أو تذكرنا؟ لا لن أنساكم، حتى لو بعد 3 شهور ولا بعد سنة وبعد 6 لن أنساكم. أخبركم سر، أنا لا سنهاجر أنا أخي هزاع. يبدو لي أن هزاع متوتر. بالطبع بالطبع أنا لا أريد المقعد معكم. أنا أريد المقعد معكم. بالطبع بالطبع. خل فعل مضارع لأنه خلي الجلسة تحتويه وتحتوي. أنا سنذهب يا شباب. هؤلاء مدرسين. لا سوف نذهب الى الهنجر. لا لا سوف نجلس هنا. ايش اللي غنناه في الهنجر اللي قبل؟ ارجوك يا سيد المهر تعال تعال هنا. انا سوف اذهب. لا تذهب. تعال تعال. صديقي صديقي بصير اريد الذهاب.